الذي جمع فريق الوداد في فريق اولمبيك ميكا تناقشنا بشده على البساط باش ناخذوا ثلاث نقاط ونتوجوا بطوله الخريف. ما حالفناش الحظ سنه المقابله وكان كيبان بان الامور عاديه جدا لدرجه ان الوالي الامن جا كيقلب على رئيس البعثه اللي هو انا وقال لي تما وصل الملعب مباشره بعد نهايه المباراه قال لي الله يخليك الا ممكن تخبروا الجمهور ديالكم باننا حنا زعما هما كيتكلم على المسؤولين ديال الامن غادي نوفروا لهم النقل من الملعب ونخسروهم صافي دي غادي يسيفطوا معاهم لي سكور حتى لبرشيد حتى لمدينه برشيد. مشيت حتى هنا شفنا الناس اللي مسؤوله على الولايات وعلى الجمعيات الاخرى والجمهور وداكشي تكلمنا معاهم كلشي فرحان قال لك ميرسي بوكو ومشات الامور عاديه. خسرات الكوكب اسفي وتوج فريق الوداد الرياضي بلقب الخريف لقب المعنوي كلشي مزيان. مشينا من بعد سميتو مشينا حنا مورا الحافله اللي كنستقلوا اللاعبين والاطقم من بعد كنوصلوا مازال ما دخلناش للدار البيضاء كيتصلوا بينا الناس ديال الجمهور كيقول لك راه الحاله فعلا يرثى لها راه تلقاو السيارات اللي كانوا جايين من خريفكا وسميتو دوك اللي ترافيكو السيارات الكبار اللي كيهزوا سميتو الحافلات تلقاو لهم بالاحجار وبالقنينات الزجاجيه ولدرجه ان واحده من السيارات بغات تجاوز بغات تهرب على ذاك الاحجار اللي كيرميو بها فاخذ الجهه اليمنى ديال سميتو دخل وسط لي شون وتقلب. الحمد لله ما كانش خسائر ما كانش ضحايا زعما ما كانش اموات احنا كنحمد الله ونشكروا على هذه القضيه. ملي كيتقلبوا هادو كيمشيو عنده وانا كنقول لك دابا دائما حسب الروايه اللي توصلنا بها وما اظنها ان ماشي صحيحه لان كل الناس كيجتمعون على هذا الامر هذا. ملي تقلبات جاو ليهم سرقوا منه الهواتف ديالهم وبحال لقيتي لون كيدناب شدوهم اعتقلوهم عندهم بحال داكشي ديال زعما دوك الخلايا ديال فهمت انا كيفاش القضيه اختالوا ولاو كيجاوبوا الناس اللي كيسولوا على هادو. ملي كتعيط مثلا انت هنا صديق ديال هذوك الناس اللي مقلوبين تما وكتقول له كيجاوبك الاخر ديال هذوك ديال ديك المنطقه البعض من هذاك الجمهور اللي كان شائر ولحد الان عندنا اكثر من علامات استفهام علاش هاد الناس هذوك اش عندنا معاهم لثاني مره في نفس العام ميم با واخا تروا موا هذه ولا كاتر موا ميم با تروا موا في نفس المنطقه الوداد جمهور الوداد تنقل لاكثر من مدينه في المغرب باسره لدرجه اننا حتى خسرنا مثلا خدام اسفي وكانت دائما شهادات رجال الامن والمسؤولين عن الامن وولاه الامن كيتصلوا بنا كيقول لك كنشكروا هذا الجمهور ديالكم الرائع والمتحلي بالاخلاق والملتزم قسما بالله الى هذا المكان فين ما كنقصوا هذا الشيء. البريفي ديال بركان كيقول لك يا سيدي حنا هذا الجمهور هذا حنا راه كنغفروا ليه القبعه وكنحترموه لانه فعلا جمهور راقي وهنيئا لكم بهذا الجمهور. الور كو كيف يعقل انك خسرت قدام اسفي ولم تسجل اي حاله من حالات الشغب والعنف وفي مدينه اخرى وفي منطقه اخرى حنا جايين فرحانين لان توجنا بلقب الخريف ما كانش واحد قلق من الودادين وانا كنقولها دابا وكنتحمل مسؤوليتي. البارح كل شيء مزيان امور عاديه توجنا بلقب الخريف عن جد استحقاق كيفاش يمكن لك تفسر هذا الشغب هذا علاش؟ هذا علاش خصنا نبحثوا فيها؟ هذا علاش انا ادعو مسؤولين من هذا المنبر ديالكم كندعو اي واحد واي مسير واي قائم على الشان الرياضي باش يشوفوا هاد الناس مالهم جمهور الوداد. الا كانت مساله رياضيه محضه وعندهم مثلا موقف من هاد جمهور الوداد ولا ما عاجبهمش الوداد تحت الصداره داكو خصنا حتى هي نتكلموا عليها. كانت مساله اخرى خاصهم بهم الله يجازيهم بخير لانها اصبحت نقطه سوداء في الكره الوطنيه.